هاي يا جماعة، النهاردة هنتكلم عن تجربتي في الزواج من رجل أجنبي فوق سن 30. يعني لو كنت فوق سن 30 ونفسك تتجوزي حد فوق مستوى أحلامك، الفيديو ده هيفيدك. لو كنت عديتي سن 30 وفاكرة ان عشان كده لازم تنزلي من سقف أحلامك لشريك حياتك، انا جاي اقولك النهاردة ان الكلام ده غلط. يقعدوا يتشرطوا ويتأمروا عايزين المهر الفلاني، بنتي انت أحلامك فوق السماء، تواضعي اتنازلي. جاي اقولك النهاردة لا، هتلاقيه وهتلاقيه اكبر مما تتخيلي.